السلام عليكم أصدقاء. واحد السؤال دائما كان تيشغل البال ديالي وكان تيكون جزء من الأساسي من الأولويات اللي عندي في الدماغ ديالي، علاش التلاميذ ولاو تيكرهوا المدرسة؟ علاش التلاميذ مابقوش يحسوا بإحساس ديال باغي يمشي يقرا؟ علاش كاين واحد العلاقة ديال الصراع بين التلميذ وبين الأستاذ؟ علاش كاين علاقة بين الصراع بين 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 المفهوم ديال التعلم المدرسي وبين التلاميذ؟ هنا غنطرح واحد السؤال، واش المدرسة فعلا قدرت تواكب التغيرات اللي وقعت في العالم الرقمي والتغيرات اللي وقعت في العالم ديال التعلم، ولا مازال المنظومة التعليمية ديالنا اللي هي اصلا تابعة المنظومة ديال الثورة الصناعية اللي كانت تقلب على اليد العاملة في واحد الفترة في القرن 19 كما تيهضروا الفلاسفة الماركسيين، وان هذه الفترة هذه كان خصنا واحد العمال بواحد الطريقة بواحد النمط، فالنظام التعليمي ديالنا اليوم مازال تيشتغل بنفس الطريقة. السؤال اللي طرح نفسه هنايا، علاش التلاميذ مابقاوش يحملوا المدرسة؟ حيث اننا نعرف جميعا بان الانسان بطبيعته فضولي، الانسان تيبغى يقرا تيبغى يتعلم تيبغى يديفلوبي راسو، ولكن علاش ملي تتحط في المدرسه كثير من الاحيان ما تلقاش فيها ذاته. وانا عندي تجربه صراحه، عندي تقريبا هذا العام 10 في التدريس تنحس بهذا الاحساس هذا. طبعا طبيعه الماده الفلسفه تخليك تتواصل مع التلاميذ، تخليهم ينفتحوا عليك يتواصلوا معك يعبروا على الاراء ديالهم، ولكن دائما تلقى هذا السؤال مطروح، علاش الاستاذ ما يمكنش نقراو المواد بشكل اختياري؟ علاش ما يمكنش اننا ما نقراوش المدرسه ونجيو ندوزو غير امتحانات بحال الشكل ديال الجامعه؟ واش يمكننا اننا مثلا المواد اننا نقراوها بشكل فردي؟ هنا غنقدر نقول لكم بان الجانب الاساسي اللي فتح الباب لهذا التصور هذا هو ان العالم اللي وصلوا المجال الرقمي والعالم اللي وصلوا المجال التواصل الرقمي واحد الشخصيات بارزه اللي كانت قدرت تنجح مثلا على نموذج المغرب وقدرت تبني واحد الكارير بروفيسيونيل بحال سيمولاي بحال سوينغا بحال امين راغي بحال مجموعه من الناس، ولاو هما القدوه اللي كاينين داخل المجتمع. وان اي واحد تهضر معاه تيقول لك انا ما بغيتش نولي موظف، انا بغيت نولي مقاول، بغيت نولي فريلانسر، بغيت نولي شيء من هذا القبيل. طبعا هذا الامر مزيان، انه الوعي ديال التلميذ انه شنو باغي في حد ذاته امر جيد، انه ما بغيش يقرا وفي الاخر المطاف ياخذ واحد الشهاده ويتباطل. هنا فالمدرسه فانا نطرح سؤال، واش المدرسه مازال ما قدرتش تفهم بان تنقولوا المدرسه تنهضر على المنظومه كامله، المنظومه بجميع المحددات ديالها، اساسيده، مؤسسات، برامج تعليميه، نظام تعليمي، قوانين وغيرها من الاشياء. واش مازال ما قدرتش تستوعب بان حنا في واحد الفتره انتقاليه غير مسبوقه في التاريخ الانساني، خصوصا انه المساله ديال الديجيتال الرقمنه اصبح الجميع يستطيع اليوم ان يتعلم اي مهاره اي معلومه يطلع عليها بلا ما يتلاقى مع الاستاذ او بلا ما يمشي حتى للمدرسه. المساله الثانيه هو بعض الناس ديال التعليم في العالم ماشي في المغرب تيظهروا عليها وهم امتلاك المعرفه، اللي تعتقد حاليا تمارس التدريس وتعتقد انه تمتلك المعرفه فهو واهم. علاش واهم؟ لان الى شتي ابسط حاجه انه اي واحد اذا تعلم غير اللغه الانجليزيه مثلا في السن ديال 16-17 عام، اي مهاره في العالم تجيك على البال يمكن له يتعلمها، مهارات لغويه، مهارات تقنيه، معلومات، ياخذ اجازات. طبعا المواقع راكم تعرفوا بزاف المواقع اللي تعطيك فورماسيون محكمه بحال كورسورا بحال يوديمي وغيرها من المواقع التي اصبحت تقيم شراكات مع جامعات مرموقه بحال جامعه هارفارد، اوكسفورد، كامبريدج، يعني ما بقاش المساله غير محلي. المساله الثانيه وهي ان يجد المتعلم ذاته في التعلم. وسنطرحوا كسؤال، اذا علاش تنقراو؟ تنقراو لاننا تنبغاو نقراو، هذيك الرغبه في التعلم ولا الرغبه في الدراسه اذا ما كانش عند التلميذ ولا ما كانش عند الطالب راه ما عمرو غيديفلوبا وما عمرو غيتحسن. قلت الامر اللي تلاحظ اليوم انه خصنا فعلا يكون عندنا وعي بان المنظومه التعليميه الا بغيناها تنجح خص فعلا يكون وعي لانه كاين تغير، وبان المتعلم اللي كاين في المدرسه اليوم في 2022 راه ماشي هو المتعلم ديال 2000، راه الافق المعرفي اللي تعيشوا فيه هاد المراهقين والشباب اليوم راه لم يكن مسبوقا. كيف يعقل ان التلميذ تيمشي للدار تيقيل 6 7 السوايع في الانترنت في فتح لواحد العالم في اليوتيوب فيسبوك في مواقع تيشوف واحد العالم اخر، في حين ملي تيجي للمدرسه تلقى واحد الطريقه ديال التدريس، تلقى واحد المقرر الدراسي اللي هو بعيد على الاهتمامات ديالو، بعيد على الاولويات ديالو، بعيد على كل ما يرتبط به هو كذات، يعني بلغه اخرى ما تلقاش ذاته داخل ذاك البرنامج الدراسي. فهنا خص يكون عندنا هذا الوعي كمجتمع مدني، كمدرسين، كناس تيبحثوا في الحق التربوي، على انه فعلا خص يكون تغيير
ديال المنظومة التعليمية، أن خص يكون عندنا تغيير ونفهموا أن التعلم الذاتي فعلا اللي هضرنا عليه كثير من المرات درتو بزاف ديال الحلقات الفيديو، أن التعلم الذاتي سيكون هو مستقبل التعليم، لأن اليوم شركات كبار بحال جوجل وأمازون وغيرها من المؤسسات ما تطلبش منك الشهادة، تعطيك واحد التيست أونلاين، تعطيك واحد التيست تدوزو مثلا من خلال الانترنت، الا نجحتي في ديك المهارات وجاوبتي على ديك لي سافوار فير اللي خصك دير مباشره تيقبلوا انك تخدم معاهم. اذا هذا يدل على انه ما بقيناش محتاجين الشهاده، ما بقيناش محتاجين واحد الكارطونه باش تدخل لسوق الشغل. شنو محتاجين باش تدخل سوق الشغل؟ محتاجين مهاره، محتاجين سافوار فير، محتاجين القدره ديالك، القدرات، محتاجين واحد الورقه تثبت بانك فلان بالفلان عندك واحد القدره، لا محتاجين القدره في حد ذاتها. وهنا غيطرحنا سؤال، واش الشواهد، واش لي كارطون، يعني الشواهد في العالم ماشي غير في المغرب، واش الشواهد فعلا تتعكس القدرات اللي كاينه عند الناس؟ ان في بعض الاحيان يمكن لي الشهاده تكون عندك ولكن ما تكونش عندك واحد القدره. المهم هذه المساله ديال 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 المدرسه ومستقبل المدرسه، واش ممكن المدرسه تنقرض مستقبلا تولي مؤسسه ماشي مهمه، خصوصا بالنسبه للمرحله ديال الثانوي وديال الجامعه؟ فعلا كثير من النقاش اليوم مطروح الى جوجل ولا امازون ولا هاد الناس الكبار في العالم، هذا السيليكون فالي اللي تتحكموا في العالم الرقمي والتكنولوجي وهذا الاقتصاد الرقمي، الى فكروا انه مستقبلا يدير واحد السيستم سكولير عالمي، راه ممكن الجامعات المحليه ولا المؤسسات بمعناها الواقعي تنقرض، وصينا مشى الى مشينا في النظام الاقتصادي اللي غيركز على ما هو رقمي في الربح، وتولي الرقمنه هي اساس الاقتصاد. هنا غيطرح لنا السؤال، واش ممكن المدرسه؟ هذا الفيديو هذا كان مجرد خواطر، اشياء هواجس عندي حول هذا المشكل ديال المدرسه وديال علاش المتعلمين ما بقاوش تيحبوا التعلم، كيفاش يمكننا نحبوا التعلم، كيفاش نقدروا داخل المدرسه نبني واحد النقاش اللي كيناقش القضايا ديال المتعلمين. قلت طبعا ماده الفلسفه تساعدنا في هذا الشيء بحكم تتحاول تنفتح للمتعلمين، ولكن المساله لا ترتبط بماده بقدر ما ترتبط بمنظومه كامله اللي خصها تتحسن وخص يكون فيها الدور ديال المجتمع المدني وديال الدوله وديال المؤسسات باش نقدروا فعلا نستوعبوا هذا التغير، لان اول حاجه خصنا نديروها في نظري انا هي نستوعبوا انه فعلا كاين تغير، خصوصا انه بعد كورونا فعلا كاين تغير ملحوظ وواضح، اللي بغى يسد عيني وما يشوفوش، تغير ملحوظ وحقيقي ديال النظره ديال المتعلمين كاملين، خصوصا المراهقين اللي عندهم بين وصلنا التلاميذ اللي في الثانوي، يعني نقدر نقول لكم الاولى باك الثانيه باك والسنه الاولى في الجامعه والسنه الثانيه في الجامعه، تغيرت النظره ديالهم لمفهوم التعلم، تغيرت النظره ديالهم شنو باغي يكون. اغلب الناس اليوم تيهضروا على مفهوم المقاوله، واش المدرسه اليوم تتشجع ثقافه المقاوله اصلا؟ واش المدرسه تتشجع ثقافه المشروع؟ واش المتعلم عنده مفهوم المشروع في الدماغ ديالو انه تيقرا باش يكون عنده واحد المشروع، ام تيقرا غير باش يحصل واحد النقط في واحد المواد وفي اخر المطاف يدفع لواحد لي زيكول اللي تدز واحد عدد قليل ديال الاعداد بحال لي زيكول ديال لي زانجينيور ولا كليه الطب، والبقيه غادي يمشيو للجامعه وغيرها من المؤسسات. فهنا فعلا نتمنى انه في التعليقات ديالكم تبارطاجيو معايا الا عندكم شي افكار ولا عندكم شي ملاحظات حول هذا الفيديو، وتلا عندكم شي افكار حول هذا الموضوع، علاش المدرسه اليوم ما قداش تستوعب هذه التغيرات اللي وقعت؟ واش المشكل اصلا في النظام التعليمي؟ كما تيقول واحد الكاتب دريس ابركان تيقول بان مشكل المدرسه انه الدماغ كيشتغل بواحد الطريقه والمدرسه تشتغل بواحد الطريقه، نورمالمون في التغيير خصنا نكيفوا المدرسه للسيستم والنظام ديالها مع طريقه عمل الدماغ، وهذا كان كتبوا في الكتاب ديالو اللي هو كومون ليبيغي فوت سيرفو ولاج دو كونيسونس، وكان هذا الكتاب ده ضجه في فرنسا على هذا الموضوع هذا، علاش المدرسه ما بقاش قادره تستوعب التلاميذ، ما بقاش قادره تستوعب التغيرات اللي حنا تنعيشوا فيها. اذا هذا الشيء اللي بغيت نقول في هذا الفيديو هذا، الى عندكم شي ملاحظه شي اسئله خليونا في التعليقات. هذا الموضوع كتبت فيه مجموعه ديال المقالات، انا نخلي لكم صندوق الوصف حول التغيرات اللي وقعت في العالم الرقمي وعلاقتها بالمنظومه التعليميه وكيفاش يمكننا نغيروها.